السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابي المشاهدين متابعي قناة أمل شيف تك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وضمن سلسلة ما يطلبه المشاهدون. أقدم لكم اليوم لعبة باتل فيلد باد كومباني. نبدأ على بركة الله. لأصحاب الهن نقوم بتفعيل الهن بالضغط على إناب الهن، بعد ذلك نذهب إلى جيستيونير دو باكاج، انستالاسيون دو فيشيي باكاج ستاندار، ثم الجزء الأول من باتل فيلد باد كومباني. فيها ثلاث أجزاء. غادي يجي نعم هذا مرة أخرى جيستيونير دو باكاج ستاندار ثم الجزء الثاني. ندخل مرة أخرى انستالاسيون فيشي باكاج ستاندار ثم الجزء الثالث والأخير. بعد انتهاء التحميل ستجدون اللعبة هنا. اضغط اكس، نضغط هنا اوكي. وكما قلت من قبل لن انشر الفيديو لاي تطبيق او لعبة حتى اقوم بتجربته شخصيا، اذا لم يشتغل لن انزل الفيديو. فاذا لم تشتغل معكم لعبة او تطبيق ما فالمشكل لديكم من الجهاز او انكم لم تركزوا في الفيديو او لسبب اخر من الهارد ديسك او من الفلاش يو اس بي. المهم أنني أجرب كل شيء قبل أن أنشره في اليوتيوب على القناة. إذا لم تنجح العملية لن أنشر الفيديو أو أبحث عن حل قبل نشر الفيديو. وكما ترون اللعبة اشتغلت بدون أي مشاكل. إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.